متابعي قناة عين الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء أرحب بكم أنا محدثكم حبيب محمد عساكر واصفا ومعلقا لهذه المسابقه في هذا اليوم الجميل مسابقه الطريق سباق الطريق هنا في هذا في هذه الامسيه ما نتمنى حقيقه ان تقضوا معنا اوقات جميله ممتعه مع السباقات الرائعه هنا في هذه الامسيه طبعا اليوم سباقنا سباق الطريق عبارة عن هناك عدة فئات راح تشارك في هذا السباق لدينا فئة الفئة المفتوحة وكذلك الفئة اللي ما ستين سنة وما فوق الستين سنة لدينا فئة المدارس وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة عمل جميل تقوم به جامعة الملك فيصل بالأحساء مع الراعي الرسمي لهذه لهذا السباق بنك الرياض الذي يرعى هذه الفعاليات يأتي ذلك انطلاقا من رؤية المملكة عشرين ألفين في تشجيع الرياضات بأنواعها المختلفة كما ذكرت انطلاقا من رؤية المملكة عشرين ثلاثين في تشجيع رياضات بأنواعها المختلفة ورؤية ورسالة الجامعة عشرين ثلاثين في تعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع ونظرا لما تمثله اللقاءات والمهرجانات آه الرياضية. نظمت عمادة شؤون الطلاب هذا السباق السنوي على مستوى محافظة الأحساء. آه وقد شارك في هذا السباق آه بعض الدوائر الحكومية والأندية وكذا الرياضية والمدارس ومدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية الجميع شارك معنا في هذا السباق وكذلك منسوبي الجامعة وقد شارك في هذا السباق طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا اليوم عندنا من يرعى هذا السباق حقيقة كما ذكرت معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي الحاضر الذي يتابع الفعاليات والفعاليات لدينا انطلاقات أيضا خارج الجامعة انطلاق السباق الستين سنة وما فوق والفئات المفتوحة والعمل الرائع وهنا الانطلاق مثل ما انتم لاحظين دخول المسابقين والسباق الان بدأ انطلاقة جميلة عندنا الان ايضا انطلاقة مثل ما تشاهد انطلاقة المجموعة الفئة المفتوحة والسباق والصراع للمنافسة طبعا اعداد نفسي مثل هذه الفعاليات الإعداد اه التمددات وكذلك الإطالات مطلوبة في مثل هذا السباق وتمثل لاحظ معي الآن المجموعة الكبيرة التي تشارك كبار السن طبعا داخل الملعب هنا والفائز معانا الآن مثل ما تلاحظون اه السباق المجموعة الكبيرة وحقيقة أيضا لا أنسى أن أشكر الهلال الأحمر الله يكون في عونك الله يكون في عونك آه كما ذكرت أشكر الهلال الأحمر وكذلك مرور الأحساب آه حقيقة لتساعدهم والعمل الرائع بمشاركتنا في هذا السباق والآن الانطلاقة تعب والله والله تعب ما تلام الله يعطيك الصحة والعافية طبعا هذا الفائز معانا في كبار السن فوق الستين سنة زي ما قلنا لكم اليوم مفتوح السباق بأكمله عندنا الفئات العدة التي تشارك وتشارك للفوز في هذه المسابقة اليوم ولدينا السباق ما زال الآن آه خارج أسوار الجامعة وراح طبعا يدخلون من الجامعة من الباب آه 12 وصولا إلى الملعب بعد ذلك إلى خط النهاية لمعرفة الفائز معانا في هذا السباق سباق الطريق أيضا شكرا حقيقة لقناة عين الفضائية لنقلها الحدث آه المباشرة هنا آه كبار السن و Good luck, good luck. آه والآن العمل والوصول آه إلى خط النهاية وعندنا الآن آه اثنين متسابقين والسباق حايرين هنا أيضا سباق الآخر كما ذكرت عندنا عدة فئات تشارك معنا اليوم آه في هذا السباق سباق الطريق ايضا شكر لهيئه الرياضه حقيقه آه التي تدعم مثل هذه الانشطه الانشطه التي تربط المجتمع وتثقف المجتمع لحظات جميله حقيقه هنا ايضا المرور مشكورين صراحه اداره مرور محافظه الاحساء اللي شاركت معنا اليوم واتاحت ايضا الفرصه الان مثل ما تشوف السباق و والله مجموعه كبيره شاركوا وطبعا كان الجميع من يرغب في مشاركه مع الجامعه مفتوح للجميع وجميع محافظه الاحساء هذا معانا واصل لخط النهايه ونعم الاول بفارق كبير ما شاء الله تبارك الله بفارق كبير حقيقه وصل هذا المتسابق الى خط النهايه، هذا الثاني الاسمراني. وعندنا مثل ما تتابعون الشاشه الان، هذا خارج اسوار او داخل اسوار الجامعه، نعم وصل وهذا الثاني ايضا الحائز على المركز الثاني. التغطيه الاعلاميه لهذا السباق، سباق الطريق. نعم سباق الطريق راح نتواصل معاكم حتى تتويج المتسابقين والفائزين معانا في هذا السباق اهدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه مكرمة ملكية بافتتاح نادي الاحساء لذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن خمس اندية ممثلة بهدف نعم تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة هذه الفئه القاليه على الجميع لفتح المجال الواسع والفرصه الكامله لمزاوله جميع وهوايات هواياتهم المفضله والمحببه على نفوسهم الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه ودمجها في المجتمع على حد سواه. ما زلنا سباق وما زال المتسابقين يتنافسون ويتصارعون ولدينا الآن هذه الفئة المفتوحة ربما نعم الفئة المفتوحة والفائز الاول والتهنيه والتبريكات وكذلك الان يا سلام حقيقه منظر جميل جدا لملعب الجامعه هنا وللسباق من آه نعم كاميرا فوقيه آه نعم كاميرا رائعه وهنا السباق بدا و او آه عفوا السباق آه فائز الفائزين معانا يتواصلون ويتواصلون لخط النهايه لمعرفه من هو الاول ومن هو التالي وهنا صوره لمعالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي الذي يشرف حفلنا هذا اليوم في هذا المساء الرائع عندنا الفئات المفتوحة كما ذكرت وكبار السن وعمل الإطالات والشد ما بعد ما بعد السباق الله يكون في عونهم ولدينا الآن الصورة الخارجية للجامعة والسباق لحظة بلحظة وتشريف جميل ما زلنا متواصلين معكم أعزائي متابعي قناة عين الفضائية وعبر ثمان كاميرات لتغطيه هذا الحدث الجميل المنظر الرائع نعم والجذاب حقيقه لملعب الجامعه والمتسابقين الان مثل ما تتابعون معنا في الشاشه هنا المتسابقين ما زالوا يتواصلون ويتواصلون للفوز بالجوائز جوائز هذا السباق سباق الطريق هنا الترابط وكذلك بث الثقافه الرياضيه في 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 المجتمع والسباقات على وعلى هذا الاساس نحن نتقدم بالشكر الجزيل لجامعه الملك فيصل بالاحساء ولمعالي الدكتور محمد على اهتمامه بالشباب وكذلك بكبار السن وكذلك حتى بالاطفال المتسابقين احنا نتحدث عن المدارس تشارك الفئات السنيه ايه ايضا ايه تشارك لدينا موظفي الدوله ايضا يشاركون معنا في هذا السباق ذوي الاحتياجات الخاصه حقيقه عمل عمل يشكرون عليه ايه جامعه الملك فيصل بالاحساء معكم متواصلين متابعين قناه عين الفضائيه نعم هو من يرعى هذه الفعالية وهذا وهذا السباق سباق الطريق هذا جانب من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أنفسنا حقيقة ونكن لهم كل الاحترام وهم جزء من المجتمع حقيقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وهنا راح نشوف ونتابع معاكم لحظه بلحظه هذا معالي الدكتور ويتابع نعم <applause> لقطه جميله من المتسابقين وصلنا الى المراحل الاخيره كما ذكرت هنا في هذا السباق خط النهايه سباق الطريق في يوم الجامعه في جمال الجامعه في لحظه جميله لا ينساها حقيقه القائمون على هذا السباق نعم راح نستعد معكم لمعرفة الفائز الفائز معانا بالجوائز طبعا اليوم جوائز الفئات كما ذكرت الفئات المشاركة معنا فئة التأهيل الشامل وكذلك فئة الستين سنة وما فوق فئة الستين سنة وما فوق وفئه المفتوح وفئه ذوي الاحتياجات الخاصه وفئه المدارس حقيقه كان الاستعداد لهذا السباق من فتره مبكره تقريبا من الساعه من صباح اليوم والجميع يعمل التهيئات وخصصت هناك باسات لنقل المتسابقين الى بدء السباق آه كذلك العمل داخل المضمار هنا وتهيئة المكان بالشكل الذي يليق بالسباق آه وكذلك تهيئة السلامة للمتسابقين معنا في هذا اليوم نظرة متابعة حرص اهتمام كل ذلك من قبل الدكتور نعم دكتور محمد آه الذي حقيقة يتابع الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي وتصفيقه آه نعم للصغار آه تشوف الصغار السباق الآن طبعا السباق يبث على قناه عين الفضائيه بث مباشر أه بث مباشر على قناه عين الفضائيه الذي نشكرها على التغطيه حقيقه لهذا السباق أه بقي لدينا عدد قليل من المتسابقين للوصول الى خط النهايه للوصول الى خط النهايه نعم شارك معنا تقريبا أكثر من خمسمائة أو ألف متسابق اليوم شاركوا معنا نتحدث عن جميع الفئات المشاركة سواء الفئات كبار السن من الستين وما فوق الستين أو حتى من الفئات المفتوحة أو حتى من الفئات فئات ذوي الاحتياجات الخاصه نعم متابعه مستمره راح يكون معانا نعم الفائزين من مركز التاهيل الشامل وكذلك نادي الاحساء لذوي الاحتياجات الخاصه تتويج الفائزين من الفئات الستين سنه وفوق المفتوح نعم فوق الستين سنه كما ذكرت ايضا حصول من من الاول الى الخامس او حتى لدينا هنا من الاول الى العاشر بالنسبه للفئات المفتوحه ولدينا ايضا من الاول الى العاشر بالنسبه للفئات ايضا للفئات المفتوحه يوم حلو ما تقدر تقول الا انه يوم حلو ما زال اصرار هذا المتسابق للوصول الى خط النهايه للمتسابقين الراغبين في الوصول الى خط النهايه. نعم هو يوم كما ذكرت يوم مفتوح بالنسبه او سباق الطريق نعم العمل الرائع ما في عندنا خسران اليوم ان شاء الله كلنا فايزين هذه رياضه محبوبه بالمناسبه رياضه السباق رياضة محبوبة وصحة للجسم والعمل هذا خط النهاية الدوريات دوريات المرور وحضورها ومتابعتها كذلك الهلال الأحمر والحضور المستمر معنا ما زال إصرار المتسابقين على الوصول راح نروح الآن بعد قليل إلى إلى الفائزين معانا ومن المتسابقين نعم السيارات هذه هي لمتابعة المتسابق نعم الحكام فيها الحكام يتابعون المتسابقين وكذلك الإسعافات الهلال الأحمر الهلال الأحمر أيضا الحاضر الذي يتابع المتسابقين إن حدث شيء لا سمح الله نعم يكون الهلال الاحمر متواجد مباشرة كذلك الدوريات و هنا كما ذكرت خط النهاية، نعم بدأنا الآن في هذا اليوم مع الركض، مع الجري، مع التعب، والآن وصلنا إلى خط النهاية لمعرفة الفائز معنا اليوم أو الفائزون معنا اليوم وتوزيع الجوائز ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا وكذلك كبار السن ومعالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي كذا نعم حضور ومتابعة لهذه الفعاليات انت مثل ما تلاحظ الان معانا مصرين على الاستمرار والوصول الى خط النهايه حتى خط النهايه نعم ربما لعلهم الاثنين الاخيرين من المتسابقين الواصلين الى خط النهايه نعم انت تلاحظ ان هناك ما في متسابقين خلاص وصلنا الى خط النهايه الان وتبقى لنا معرفه الفائزين معانا في سباق الطريق هنا هذا معالي الدكتور نعم لتسليم الجوائز الفائزين معنا في سباق الطريق طبعا كما ذكرت لدينا تتويج الفائزين في الفئات الستين سنه وفوق المفتوح يعني الستين سنه هناك من الخامس والرابع والثالث والثاني وصولا الى الاول لمعرفه من هو الاول بالنسبه للفئه الستين سنه وفوق الستين سنه نعم عندنا خمس جوائز تقريبا للفائزين من الفئات آه ستين سنة، وتقريبا 20 جائزة للفئات المفتوحة والمدارس وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، آه نعم اهتمام حقيقة بذوي الاحتياجات الخاصة، اهتمام كبير آه اقحامهم حقيقه في مثل هذه المنافسات في سباق الطريق شيء جميل حقيقه بان تقحم المتسابقين نعم ذوي الاحتياجات الخاصه في مثل هذه المسابقات وتفاعلهم مع المجتمع وهم عنصر حقيقه وتجعل هذا عنصر فعال في المجتمع هكذا تسعى المملكه بقياده سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اطال الله في عمره وكذلك ولي عهده الامير محمد بن سلمان أه نعم اطال الله في عمره تسعى وتهتم في هذه الفئه فئه ذوي الاحتياجات الخاصه وكذلك بانشطه الشباب و العمل الرائع هنا كما ذكرت الآن راح يكون هناك تتويج لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن وللفئات المفتوحة ولفئات المدارس الجميع راح إن شاء الله يكون فايزين معانا اليوم لجة التحكيم أيضاً هذا اللي فاز معانا ربما فوق الستين سنة نعم كما تتابعون معانا أعزائي متابعي قناة عين الفضائية وصلنا إلى مرحلة التتويج والفائزين معانا بهذا السباق والسلام على معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي الذي حقيقة شرفنا بحضور اليوم وبرعايته لسباق الطريق الحضور الرائع طبعا قدمت الدعوة للجميع لجميع محافظة الأحساء أو حتى لخارج محافظة الأحساء للمشاركة معنا في هذا السباق سباق الطريق اكرر شكري وامتناني لإدارة المرور هنا نعم الفائزين ذوي الاحتياجات الخاصة معانا مثل ما تتابعون بالشاشة هنا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والفائزين بالسباق هذا اللي فاز من الفئة الستين والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله وشكرا لمشاركاتهم تحيه لهم حقيقه يستحقون التحيه لما يبذلون في مشاركتنا في هذا السباق كبار السن تواصلين وتكريمهم هذه الفئه المفتوحه طبعا عندنا الفئات المفتوحه نعم التي شاركت في السباق وانطلقت والان راح نعرف من الفائزين معانا متواصلين معاكم حتى الان آه نعم متابعي قناه عين الفضائية في تسليم جوائز الفائزين معانا في سباق الطريق يوم شيق حقيقه يوم حلو الان هذا بكل تاكيد كبير السن 60 سنه وما فوق هذا الكبار نعم الفائزين والهدايا نعم للفائزين معانا والمشاركين في هذا السباق. اهتمام المملكه كما ذكرت اهتمام كبير في مثل هذه السباقات في هذا العمل الجميل في تثقيف المجتمع بالنسبة للرياضة الفائز معنا أو هذا نعم من الفئات فئة المدارس أو فئات المفتوحة المدارس صور تذكارية للفائزين مع معاليه وما والتغطية مستمرة حتى الآن حديث من قبل الدكتور مع المتسابق وتشجيعهم على مثل هذه الأنشطة نعم والسباقات التشجيع مطلوب من في مثل هذه فيها في هذه نعم من معالي الدكتور للصغير وحتى للكبير يعني التوجيهات الرياضيه ف وديننا الاسلامي يوصي على مثل هذه الانشطه آه الرياضيه آه التي تمني أه تنمي الجسم وتمده بالصحه والعافيه بعد الله سبحانه وتعالى ما زلنا متواصلين مع المتفائزين معنا بسباق الطريق راح يكون هناك حديث عن هذا العمل حتى بعد انتهاء انتهاء حقيقة آه نعم العمل الرائع يذكر العمل الرائع يذكر وعلى هذا الأساس نحن نتوقع الحديث من الصغير والكبير هذه الأيام عن سباق الطريق وعن جامعة الملك فيصل والعمل المميز التي قامت بجامعة جامعة الملك فيصل آه وهو سباق الطريق شكرا حقيقة للجميع سواء المصورين أو, أو حتى متسابقين شكرا لقناة عين الفضائية التي تبث هذه القناة كما ذكرت لدينا ثمان كاميرات نعم وسيارة البث الفضائي محمد بثمان كاميرات لتغطية هذا الحدث عبر قناة عين نعم الفضائية شكر أيضا متواصل للمرور وكذلك للهلال الأحمر مع التتويج شكر للجنة التحكيم أيضا التي ساهمت في إنجاح حقيقة هذه هذا السباق نعم هذا أحد الفائزين معنا اليوم بالسباق الطريق نعم نعم اعزائي متابعي قناه عين الفضائيه وصلنا الى نعم اللحظات الاخيره من يومنا الرائع من يومنا الجميل من يومنا المميز من سباقنا المميز من سباق الطريق يوم حقيقه ادخل السعاده على الاحسائيين خاصه وعلى و نعم وعلى المملكه عامة يوم الرياضه ويوم السباق بجامعه الملك فيصل آه نعم بالاحساء شكرا من القلب لمعالي الدكتور حقيقه محمد آه الذي حضر وحضر وتابع معنا في وكذلك الشكر موصول لمرور الاحساء نعم هنا درع و درع تذكاري يقدمه نعم معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي لمساهمة مرور الأحساء في إنجاح هذا السباق كذلك شكر الموصول إلى نعم الهلال الأحمر اللي الآن يتم تكريمهم من قبل الدكتور معالي الدكتور لمساهمتهم في إنجاح هذا السباق نعم الهلال الأحمر والتكريم للهلال الاحمر على مساهمتهم في انجاح هذا السباق ايضا عشنا يوم جميل حقيقه معكم وعبر قناه عين الفضائيه يوم رائع بالنسبه للرياضه للسباق لجا... لجامعه الملك فيصل للأحساء عامه للصقير لذوي الاحتياجات الخاصه لكبار السن ستين سنه وما فوق آه نعم تكريمات ودروع تذكاريه نعم لمن الجامعه للمساهمين في انجاز آه في انجاح هذا السباق المميز حقيقه والرائع آه ما زلنا متواصلين معكم اعزائي متابعينا عبر قناه عين الفضائيه. الان لدينا الحكام حقيقه المساهمين معانا في انجاح هذا العمل الرائع. لدينا حكامنا اليوم طبعا اكثر من 18 حكم شارك معانا في انجاح هذا السباق. الحكام وتكريم الحكام والصور التذكاريه مع معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي الذي يكرم حكامنا اليوم نعم لحظات حلوه والله حلوه يعني مثل هذه اللحظات الرائعه ما تنسى يعني تبقى في الذاكره تبقى في الـ نعم لسنوات وسنوات وسنوات شبه ان تكون مخلده في ذاكره الانسان نعم انا حقيقه حبيب محمد عساكر واتمنى ان وفقت حقيقه في الوصف والتعليق على هذا السباق سباق الطريق معنا مدير جامعه الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العهلي اهلا وسهلا حياك الله في خلال هذه الحفله الغامره ومن فئات عمورية متعددة، ما هو انطباع معاليك على هذا السباق؟ الحقيقة يوم بهيج وسعيد بمشاركة هذه الفئات، وأيضاً هذا العدد الكبير، لا شك أن الرياضة تمثل عنصر مهم في نشاطات الجامعة ومشاركاتها الاجتماعية، وتعدد وتنوع التنظيم وأيضاً المسابقة جعل المشاركة كبيرة وأيضاً تسعد الجامعه بمشاركه قطاعات مختلفه مثل الحرس الوطني وغيرهم من ونادي الأحسال للفئات الخاصه وايضا جمعيه المعاقين جعل السباق متنوع وثري وايضا يمس جميع طوائف المجتمع وفئاته وهذا لا شك يعكس اهتمام الجامعه بهذه الرياضه وايضا المشاركه الجماعيه التي تحقق للجامعه وصولها الى اعماق المجتمع. وخاصة ايضا تشجيع الرياضه خاصة في المسابقات مما يجعل الامر ان شاء الله تعالى دائما في تشارك وبهذه المناسبة اشكر راعي السباق بنك الرياض وايضا القطاعات خاصة قطاع المرور والهلال الاحمر الذين ساهموا في انجاح هذه المسابقة. الحمد لله الحمد لله مره جميلة فنانو ما شاء الله هذا بداية عن النشاط. واللياقه ان شاء الله نانو تمتعنا بهذه السباق فنان ما شاء الله بدانا من مكان الذي بدانا ثم وصلنا هنا هنا وكل راحة جسمه ما شاء الله تمام الذي ممكن ما مر بمثل هذا مره هو اليوم ما شاء الله يرى انه تغير سياحته تغير بارك الله في هذه السباق وجزا الله المدرنة ان يجزيه خير الجزاء وان يزيد خير خيراته وان يبارك فيما اعطاه الله وان يجعل كثرة مثل هذا في اموره. والله تنظيم مميز وشغل متعب عليه صراحه واهم شيء جدد لياقتك وتغير جو يعني مع الجماعه. يعني ان شاء الله والف مبروك الفايزين وهذا لك اللي متوفد. الحمد لله رب العالمين تمينا السباق على النهايه ولله الحمد طبعا ما كنت من العشره الاوائل لكن الحمد لله اني تميته لاخر شيء لسباق لخط النهايه الله يسلمك انطباعك عن المكان الترتيب يعني طريقه كان يعني جدا امور طيبه الحمد لله كانت الامور جدا طيبه وانا جدا سعيد كوني احد المشاركين بالسباق والله السباق كان جميل الحمد لله بس انه ما زعلني الا ان المنظمين اللي فيه ما اشروا على الطريق ولا شيء يعني لازم يحطون شيء شريط ولا شيء فهمت ولا كان جميل جدا حتى المسافه كانت حلوه جبت المركز الرابع السباق كان ممتع سباق شفنا شبه شف جميع الفئات المجتمع من كبار السن من ال من الشباب من المحترف المحترفين, المحترفين. وأنا أتمنى مثل هذه الفعاليات في المجتمع تكثر والحمد لله من بعد القطاع طويل رجعتي كانت شبه مقبولة. والله ما شاء الله يعني كان سباق سريع وأشكر يعني اللعيبة المنافسين اللي كانوا معانا جمعة وعلي جعفر ما شاء الله كان منافسة قوية يعني والتنظيم كان بعد جيد يعني من الحكام كان سباق سريع. بسم الله الرحمن الرحيم أول أشكر جامعة الملك فيصل على التنظيم ما شاء الله تنظيم رائع. والسباق كان جدا سريع والحمد لله تمكنت من الفوز المركز الاول هذه جهود التدريب وثمرات دعاء الوالدين الحمد لله رب العالمين